اليوم من الضروري من أجل الخروج من الأزمة أولاً أن نعترف بأن هنالك أزمة في بلادنا، وهنالك أزمة عميقة في بلادنا، وأنه من الضروري الخروج منها من خلال تجاوز الانتظارية التي طالت، تجاوز كذلك الاختيارات التي تؤدي إلى توسيع الفوارق الاجتماعية، إلى توسيع الفوارق المجالية، إلى تفقير الطبقة الوسطى، وإلى بعد الشك في المجتمع. ونعتبر كذلك أنه من الضروري أن نقدم تدابير التي من شأنها أن تسترجع الثقة، الثقة في المستقبل، الثقة في بلادنا، والثقة في قدراتنا من أجل تجاوز هذه الإشكاليات. ويمكن القول بكل وضوح بأن ما نعيشه اليوم بعد الخطاب الملكي السامي، خطاب العرش الذي دعا جلالة الملك رئيس الحكومة إلى تعديل جذري وإلى تقوية الحكومة بكفاءات في المستوى، لا زال بعد أكثر من 50 يوم الشعب المغربي ينتظر ما سيصل من تصور لهذه الحكومة الجديدة. ولكن ما هو أهم بالنسبة للمواطن، وهو ما هي التصورات وما هي البرامج في السنتين المقبلة التي ستعمل الحكومة على تنفيذها من أجل الخروج من هذا الوضع. ونعتبر بأن 50 يوم فهو استهتار بالزمن السياسي، استهتار بمصالح المواطنات والمواطنين، واستهتار كذلك بما تتطلبه دقة المرحلة. ولذلك نقول ونؤكد كما سبق لنا أن ذكرنا في بلاغ اللجنة التنفيذية أننا ندعو الحكومة للقيام بواجبها الدستوري والقيام بما ينبغي أن تقوم به من أجل معالجة الإشكاليات التي تؤدي إلى معاناة الشعب المغربي بكل فئاته. وشكرا. شكرا.